النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أطلقت حملة صمم مستقبلك مسابقة تحدي رواد الأعمال بنسختها الثامنة، والتي تنظمها شركة فينمارك كوميونيكيشنز بشراكة استراتيجية مع صندوق العمل تمكين ودعم مالي من شركة كريدي ماكس. وشاركت في تحدي الرواد هذه السنة أبرز الشركات البحرينية لتشجيع ودعم الفرق المتنافسة والمشاركة، ويتكون كل فريق من موظفي الشركة المتسابقة بالإضافة إلى طالبين على الأقل لتعزيز روح التنافس وصقل شخصياتهم. ويتنافس في كل يوم من أيام الفعالية قطاع من القطاعات المالية، وهم القطاع الصناعي وقطاع التأمين وقطاع البنوك. مستقبلك هي حملة التارجت مالها الطلبة، ندعم الطلبة بحيث انهم يكونون جاهزين عشان يدشون سوق العمل. في عندنا عدة برامج في هاي البرنامج، منهم بودكاست، منهم تريجر هانت، ومنهم الكويز شو اللي قاعد ننظمه اليوم. هذه ثاني مرة احنا نشارك في مسابقة تحدي رواد الأعمال المنظمة من قبل فينمارك كوميونيكيشنز. الحمد لله انا اللي قاعدة اشوفه ان الاجواء وايد حماسية، والتنظيم جدا ممتاز في احد يعني خلنا نقول اكثر المجمعات في البحرين اللي الناس تيها، خصوصا من الناحيه العائليه. وبالعكس يعني المسابقه كفكره وايد حلوه، هي عباره عن شركات في البحرين يتنافسون مع بعض. الاجواء حماسيه، اجواء حلوه، نتعرف على بعض، نتعلم من بعض. والان نترككم مع دائره الاسواق الماليه الخليجيه. وللحديث حول أسعار الفائدة والأسواق المالية يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من إمارة دبي السيد جورج خوري، المدير العالمي لقسم الأبحاث والتعليم لدى CFI. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. بداية أستاذ جورج، ما هي الأسباب والعوامل التي أدت إلى قرار الفيدرالي بالاحتفاظ بأسعار الفائدة عند مستوى عال مؤخرا؟ نعم، بالنسبة لقرار الفيد اللي حصل الأسبوع الماضي نهار الأربعاء، نحن كنا نشوف صلنا فترة أنه معدلات التضخم عم تنخفض كانت تدريجيا، بغض النظر من أنه كنا هلأ آخر شهر عم نشوف شوي ارتداد بالاتجاهات الصاعدة بالنسبة للتضخم، ولكن هذا الارتفاع كان مستدرج من الارتفاع بأسعار السلع. نعم. بالمقابل التشدد اللي عم بيحصل كان من قبل الفيدرالي هيبلش يأثر سلبيا إلى حد ما على الاقتصاد. الفيدرالي عم يعمل هذه الحسابات الفوركاست إلى حد ما والتوقعات للفترة القادمة. نعم. وعم بيشوف أنه على أساس ما راح يكون قادرين أنه يكملوا بالتشدد بشكل كبير جدا، لأنه يمكن نبلش نشوف التراجع بالاقتصاد تدريجيا. عم نشوف كنا نهار الجمعة الأسبوع الماضي الوظائف غير الزراعية عم تنخفض بشكل طفيف جدا، فقط كانت عم ترتفع ب 150 ألف وظيفة لشهر أكتوبر. فهون بلشنا نشوف نحن أنه التأثير بلش إلى حد ما أنه يأثر على معدلات البطالة اللي كمان عم ترتفع لل 3.9%. ولكن هلأ نحن بعدنا بجو أنه الاقتصاد بعده جيد نسبيا، صحيح عم نشوف هذا الارتفاع بمعدلات البطالة، ولكن الكونسيومر كونفيدنس ثقة المستهلك بعدها بمستويات عالية جدا، عم نشوفها بال 102.6 تقريبا. الجولت جوب اوبننجز كمان عم نشوفها على 9.55 مليون وظيفة لشهر اكتوبر. فنحن بعدنا بالجو الايجابي بالنسبة للوضع الاقتصادي بالولايات المتحدة، ولكن الفيدرالي شايف انه في احتمال بلش نشوف هذا التراجع الحركة الاقتصادية، ونبلش نشوف الارتفاع بمعدلات البطالة تدريجيا. هذا بيتأثر من وراء الارتفاع بالفوائد العالية جدا. نعم أستاذ، كيف يجب على المستثمرين والشركات التفاعل مع هذا الوضع وضمان استدامة نجاحهم، خصوصا في ظل التوترات الجيوسياسية؟ التركيز أكثر شيء لازم نكون نحن على التوقعات بالسياسة النقدية المتبعة اللي احنا عملها من شقين، أول شق من الشق الاقتصادي، وثاني شق إلى حدنا من الشق السياسي والتوترات الجيوسياسية. نعم. الناحية الاقتصادية نحن عرفنا أنه بالمبدأ نحن وصلنا ل 96.5% لعدم رفع الفائدة من قبل الفيدرالي
وعرفنا كمان انه احتمال نبلش نخفض بالفايده بنص سنه 2024 مع احتمال انه نوصل لل 5% مع اواخر 2024. نعم. فنحن بنشوف انه في فتره طويله رح نضلنا محافظين على الفوائد على الربح العاليه. بالمقابل رح ياثر هذا الشيء سلبيا. ناحية أخرى كمان عند التوترات الجيوسياسية اللي أثرت سلبيا إلى حد ما على الأسواق، ولكن لأنه لهلأ بعد تقريبا 33 نهار من بعد ما بلشت التوترات عم نشوف أنه في احتمال كبير جدا ما ندخل بأزمة إقليمية إلى حد ما، ويصير في تدخلات خارجية من الناحية السياسية. كل ما قطع أيام أكثر ووقت أكثر عدم توسع هذه الأزمة، كل ما نحن بلشنا نشوف أنه السوق فعليا عم يغض النظر عن انه في احتمال انه نتوسع، فبالمقابل بصير في تفاؤل اكثر واكثر. ولكن التوجه الاستثماري اكثر شيء عم بيكون حاليا نعم. التوجه السندات، احنا عند عوايد سندات عاليه جدا بالنسبه للولايات المتحده بالاخص، وكمان عم نشوف انه السندات حاليا هي باقل طويات لها لتقريبا سنتين، فهي فعليا عم تفرجينا انه في احتمال كنا عم بياخذ سندات بمبالغ جيدة وبنفس الوقت على عوائد عالية تدريجيا. بالتأكيد السيد جورج خوري المدير العالمي لقسم الأبحاث والتعليم لدى CFI، كنت معنا من إمارة دبي، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.